السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معايا في الدرس الثالث ضمن سلسلة دروس أسرار التصميم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن عنصر مهم من عناصر التصميم، عنصر من وجهة نظري مهم أوي زي الخطوط والألوان. بس قبل ما نتكلم عن العنصر ده، في الأول هنتكلم عن عناصر التصميم الأساسية. عناصر التصميم الأساسية عندي هما 5 عناصر. العنصر الأول هو الخطوط واتكلمنا عنها، والألوان كمان اتكلمنا عنها في دروس قبل كده، والأشكال والنصوص والفراغ. والنهاردة بإذن الله هنتكلم عن الفراغ، لأنه مهم قوي ولازم نكون عارفين إزاي نوزع الكتل والفراغ في التصميم، لأن هو اللي هيخلي العين تعرف تميز ما بين شكل الكتلة وما بين شكل الفراغ. ولأن دايما إحنا بنرتاح في الأماكن الفاضية أكتر من الأماكن الزحمة، فكل ما كترنا الكتل والعناصر في التصميم كل ما كان غير مريح للعين، وكل ما كان التصميم غير منسق. عشان كده لازم نتعرف على النظرية الأساسية في توزيع الكتل مع الفراغ، وإن لازم يكون في تناسب ما بين الكتلة وما بين الفراغ. بمعنى إننا لازم يكون لو قسمنا التصميم بالنص، لازم النص اللي في اليمين يكون متساوي مع النص اللي في الشمال اللي هو توزيع الكتل فيها. لكن مش شرط ان هما يكونوا زي بعض او نفس التوزيع، بس يكون في توازن، وهو ده اللي هنتعرف عليه في الدرس ده. طيب، الفراغ بشكل عام بيتقسم معايا لنوعين. النوع الأول هو الفراغ الموجب اللي هو بنسميه البوزيتيف سبيس. النوع الثاني هو الفراغ السالب. طيب، الفراغ الموجب ده عبارة عن إيه؟ هو الكتلة، أي كتلة موجودة في التصميم هي عبارة عن فراغ موجب، فراغ موجب. وهنتعرف على الكتلة وهنعرف هي عبارة عن إيه. أما الفراغ السالب فيتقسم معايا لنوعين، الفراغ السلبي اللي هو نيجاتيف سبيس، والفراغ الأبيض الوايت سبيس. وطبعا الفراغ السلبي هو نفسه الفراغ الأبيض، بس هنتعرف على الفروق البسيطة اللي ما بينهم إن شاء الله في اللي جاي بعد شوية. طيب، أنا دلوقتي عايزة أتكلم عن الكتلة الفراغ الموجب. هي عبارة عن إيه؟ الكتلة ممكن تكون عبارة عن أشكال زي مربع، دايرة، مثلث، أي شكل موجود في التصميم، أي شكل هندسي. مش شرط يكون المربع والدايرة والمثلث، بس يكون شكل موجود في التصميم هو عبارة عن كتلة. ممكن يكون إنسان مثلا، بنت، ولد، طفل، رجل كبير، رجل صغير. ممكن يكون حيوان، ممكن يكون طيور، ممكن يكون معها أشكال، ممكن يكون تكست نصوص زي الشكل ده هنا وموجود معايا كتلة تانية اللي هي البنت مع النصوص. ممكن يكون رسومات، مثلا رسومات فيكتور عندي ونصوص. ممكن يكون أي حاجة تشغل حيز في الفراغ هنسميها كتلة. والكتل متقسمة لنوعين، الـ2D والـ3D. الكتل اللي قدامنا دي هي كتل 2D ثنائية الأبعاد، أو ممكن تكون كتل ثلاثية الأبعاد زي الأشكال دي. ثلاثية الأبعاد تعتبر من أنواع الكتل. طيب، أما بالنسبة للفراغ السلبي النيجاتيف سبيس، هو اللي يهمنا في التصميم، لأن الفراغ السلبي هو اللي بيحدد الكتلة، والكتلة بتحدد شكل الفراغ. يعني العلاقة ما بينهم طردية، الفراغ يشكل لي الكتلة والكتلة تشكل لي الفراغ، زي ما هنشوف دلوقتي. إيه هو الفراغ السلبي أو النيجاتيف سبيس؟ هو أي فراغ، وهو يشمل الباك جراوند، الخلفية بتاعتك في التصميم بأي لون من ألوانها، ملهاش لون محدد. أي لون، أي فراغ مش محطوط فيه أي كتلة هو بنسميه النيجاتيف سبيس. بالشكل ده هنا هي دي الخلفية، وهنشوف هنا استخدموا الخلفية، فرغوا عند حرف البي شكل الفاير النار عشان يحسسونا بوجود نار. فاستخدم هنا الفراغ داخل الكتلة عشان يكون لي شكل، يعني استخدم فراغ وكون لي من خلال الفراغ شكل. خلاص، في النوع الثاني اللي هو الفراغ الأبيض. الفراغ الأبيض أو الوايت سبيس هو فراغ من اسمه أبيض، يبقى لونه أبيض. بيستخدموا اللون الأبيض عشان يرسموا شكل داخل تصميم،
زي الشكل ده استخدم النار ورسمها باللون الأبيض، وخلفيته ممكن تكون بيضاء وممكن ما تكونش بيضاء، خلاص بس نعتبره من ضمن الفراغ. طيب بعد كده هنشوف ايه هي العلاقة ما بين الكتلة وما بين الفراغ، وازاي الكتلة بتكون الفراغ وازاي الفراغ بيشكل لي الكتلة. يعني لو ما كانش فيه فراغ ما بين اي حاجة في، يعني حتى في شكل الانسان مثلا ما فيش فراغ ما بين العين والعين، ما بين الانف والفم، فما كانش هيتشكل عندي شكل الانسان. وهنا حتى نلاحظ ان كل شخص بيختلف شكله عن الاخر بناء على المسافات ما بين الكتل. يعني انا المسافة ما بين عيني دي اليمين والشمال مختلفة عن المسافة ما بين عين اليمين والشمال لشخص تاني. اذا الفراغ هنا شكل لي الشكل، والشكل شكل عندي الفراغ، حجم الفراغ عندي في التصميم، وهو ده اللي هنتعرف عليه دلوقتي. يعني مثلا هنا المربعات اللي قدامنا دي متوزعة بطريقة هي كتل وما بينها فراغات متساوية، ادتني شكل مربع وجواه مربعات. طيب لو مثلا رحت مثلا هنا وسعت المسافة ما بين المربعات بالشكل ده، هنلاحظ ايه؟ ان اختلف هنا شكل مربع وهنا هيكون شكل أعمدة. يعني الفراغ كون لي الشكل، والشكل حدد لي مكان الفراغ، وهو ده اللي بنستخدمه وبنلعب عليه في التصميم. طيب كمان هنا المستطيلات دي متوزعة بشكل ايه؟ متوازن، يعني مسافات موحدة، فهيديني الانطباع اول ما اشوفه بايه؟ بالنظام، اني حاجة منظمة منسقة بالترتيب. لكن لو جينا للشكل ده هنلاحظ ان هنا في سبيس مسافة، فاول حاجة عيني هتروح عليها هي المسافة. يعني انا لفتت النظر للمنطقة الفاضية، لان العين دايما بترتاح في الاماكن الفاضية اكتر من الاماكن المزدحمة. علشان كده انا عملت الفراغ ده لاني حابة مثلا احط حاجة معينة، تكست معين، شكل معين، اخلي العين اول ما تبص على التصميم تبص على المنطقة الفاضية، وهو ده اللي احنا بنلعب بيه في التصميم. طيب كمان العلاقة ما بين النصوص، يعني الباراجراف نفسه في مسافات ما بين السطر والسطر، فكل ما زادت المسافات هنا مسافات كان النص مقروء، وكل ما قلت المسافات كان النص غير مقروء. زي الشكل ده هنا المسافات يعني متقاربة، لو جينا بعدنا المسافات شوية بدأ النص يبقى أوضح ومريح للعين أكتر، لكن هنا لو بعدناها أكتر بقى مقروء أكتر. يبقى احنا هنا ممكن نستخدم ونتلعب في التصميم، لو في أجزاء معينة في التصميم مش عايزين القارئ يشوفها أو اللي بيشوف التصميم إنه هو يركز عليها، فهنعمل المسافات ما بين السطور قليلة. لو احنا عايزين يركز عليها هنوسع المسافات ونعمل فراغ معتدل على حسب يعني التصميم معي، علشان يقرأه ويفهم احنا عايزين نوصل له ايه من التصميم. كمان عندي هنا بالشكل ده هنا استخدمنا الفراغ، حددنا عمود طويل في كتابة، عملنا هنا في كتلة اللي هي الجيتار عندي اتقسم نصين، نص وشكل شيب، والنص التاني عبارة عن نص، واستخدمنا الفراغ علشان نشكل النص. يعني الفراغ شكل لي شكل الكتلة اللي هي معمولة بالنص. كمان هنا استخدم، هنا في عبقرية كمان في التصميم، استخدم الشكل، رسم شكل خلاص، واستخدم السبيس ما بين النصوص عشان يفصل ما بين كل نص والتاني. فهنا استخدمني كتل وفراغات علشان يوضح لي شكل معين. كمان هنا نلاحظ كمان استخدم النص واستخدم الفراغ بحيث ان هو يشكل لي شكل الحذاء اللي قدامي ده، وعمل فراغات ما بين النصوص اداني شكل الأعمدة زي في المجلات او في الصحف. هنا كمان استخدمها علشان يعمل فصل وكتل، وزع الكتل بشكل متساوي. هنا كمان في الإعلام ده استخدم الكتلة اللي هي الكوكاكولا وعملها بشكل اللي هي البرسبكشن، اللي هو كل ما بعدنا بتقل. بدأ يستخدم الفراغات ما بين النصوص عشان يبين لي ان دي فقرة، كل واحد فيهم فقرة منفصلة
عن التانية بدون ما نحتاج ان احنا نرسم خط او فاصل ما بينهم، استخدمنا بس الفراغ علشان نبين ان في ان دي فقرة كل فقرة مختلفة عن التانية. كمان عندي هنا كمان عبقري، تصميم عبقري بصراحة. يعني هنا استخدم الفراغ علشان يرسم شكل الولد اللي ماسك اللي هي اللمبة اللي فوق مع النص، خلاص. فاستخدم هنا الفراغ، رسم الشكل، بدأ هنا رسم التكست، وزعه بطريقة ممتازة. استخدم الفراغ كمان عشان يديني جمالية وراحة في التصميم. هنا كمان استخدم الشيب، الشكل اللي قدامنا ده، وحط نص وعمل فراغات عشان يبين لي الفقرات ما بين النصوص. يعني الفراغ ممكن وشكل لنا من خلال الفراغ شكل اللي هو المان، الرجل اللي قدامنا ده، من خلال استخدامه بس للفراغ. الفراغ اداني الشكل. هنا مثلا في التصميم ده اتقسم نصين، النص اللي هو الجي، حرف الجي هنا اللون الاسود كان هو عبارة عن البوزيتيف اللي هو الكتلة الموجبة، وكان اللون الابيض هو النيجاتيف سبيس اللي هو الفراغ السالب عندي. في الناحية التانية تعكس بقى، اللون الابيض هو البوزيتيف هو الشكل بتاعي، واللون الاسود هو السالب، الفراغ السالب عندي. وهنا كمان عمل نوع كبير من التباين علشان يبان الحرف عندي في وسط الفراغ اللي حواليه. نفس الشكل في الناحية التانية، حرف الواي نفس الشكل، استخدم هنا الأبيض كبوزيتيف والخلفية السوداء هي النيجاتيف، وهنا عكسها خلى الأسود هو البوزيتيف سبيس والنيجاتيف سبيس هو الأبيض، وإداني شكل جمالي ممتاز عندي في التصميم. طيب عندنا كمان هنا مجموعة كبيرة من الأشكال. يعني هنا مثلا شكل الشكل ده عندي هنا الأبيض هو كان البوزيتيف، والشكل الاسود الفراغ اللي حواليه هو يدينا اللي هو النيجاتيف سبيس، يديني شكل زي انسان كانه وشين متقابلين، بس هو عايز يبين لنا الشكل اللي هو الفازه او اللي هي الحاجه اللي في النص دي، خلاص، باللون الابيض. وهنا عكسها خلى الابيض هو النيجاتيف والاسود هو البوزيتيف سبيس عندي اللي هو يشكل ليا الكتله. ممكن يحصل يعني زي يعني تشوفيها بحاجتين، يعني ممكن تقول ان الاسود هنا هو البوزيتيف والابيض هو النيجاتيف، وفي نفس الوقت ممكن تخلوا الابيض هو البوزيتيف هو شكل الانسان اللي هو الوشين المتقابلين، والاسود هو النيجاتيف سبيس. يعني عمل حركة ممتازة انه يديني انا ممكن النيجاتيف والبوزيتيف استخدمهم بالطريقتين. هنا كمان نفس الشكل، الاسود هنا عندي البوزيتيف والابيض هو النيجاتيف، في الناحيه الثانيه العكس خلى الابيض هو البوزيتيف والاسود هو النيجاتيف. وهنا كمان الامثله الثانيه نفس الشكل، استخدم هنا في اليو اس اي كمان هنا حرف الاس عمله بالفراغ، فبين لي يعني كتب حرف بدون ما يكتبه، كتب حرف من الفراغ. ده بنسميه نيجاتيف سبيس ديزاين، تصميم بالنيجاتيف بالفراغ السالب. يعني بنكتب حاجة أو بنرسم شكل، بنحدد شكل من الفراغ، وده بيدي جمالية رهيبة عندنا في التصميمات كتيرة، أهمها تصميمات اللوجوهات مثلا. هنا نفس الشكل الشوكة، يديني شكل شوكة، يعني مثلا الشوكة هنا باللون الأبيض اللي هي البوزيتيف، والأسود هو النيجاتيف سبيس، والنيجاتيف سبيس عمل بيه شكل اللي هي البوتلز اللي هي القارورة التلاتة اللي هم مرسومين تحت، فداني شكلين كأنهم اللي يشوف الشكل يحس انه شايفها من منظورين، منظور الشوكة ومنظور اللي هي الأزايز اللي محطوطة. هنا نفس الشكل 1-2، استخدم ال1 وال2 رسمهم من السبيس الفراغ النيجاتيف سبيس، وخلى خلفية هنا سودة وهنا خلفية بيضة، وهنا نفس الشكل كمان. طيب هنا استخدم الوايت سبيس، الخلفيه كانت بيضه، شكل البطه معموله بالابيض جوه الحرف السي. هنا استخدم الخلفيه السوداء وعمل من النيجاتيف سبيس شكل البطه كمان، فبنستخدمه كتير قوي في اللوجوهات الموضوع ده.
عندنا هنا كمان عمل من الفراغ كله شكل، يعني الومن دي اللي هي ست حامل بين من غير حتى ما يرسم، يعني من غير ما يحط اي لاين عنده اي خط، ورسم شكلها. وفهمنا من البوست ان هنا بيتكلم لي عن ان دي واحدة ست حامل، وهنا نيجاتيف سبيس حواليها، استخدم الفراغ عشان يعمل شكل. هنا كمان استخدم الفراغ عمل لي شكل الشعر، وعمل لي شكل اللي هو الدب مثلا اللي هو في الصورة مع البنت. هنا كمان استخدمه كتب بحروف الاي والاي والفي، استخدم نيجاتيف سبيس من الخلفية السوداء، وهنا سبيس كمان استخدمه. هنا كمان نفس الشكل، استخدم السبيس ورسم لي شكل لسان طالع من حرف الار. ممكن كمان نستخدمها في الحروف، نرسم أشكال جوه الحرف، مثلا هنا شكل البطة، الفيل، الكلب، الدب، الحصان. هنا كمان حروف، شكل البندة جوه حرف الاي والبي والسي، يعني بيرسم أشكال من الفراغ داخل كتلة. وهنا علاقة مهمة ما بين بعض، يعني ممكن نستخدم الفراغ نرسم حاجة جوه شكل. عندي هنا كمان في اللوجوهات بيستخدم زي ما قلنا بطريقة كبيرة قوي حرف الار، وحط جواه اللي هو الشكل ده. وهنا كمان استخدم كات، كلمة كات، وحط الكات فيها، دخلها بالشكل هنا. وهنا لوك، استخدم كمان الفراغ واستخدم شكل معين عشان يعبر عن الكلمة. وفلاي كمان نفس الشكل، عبقرية في التصميم في اللوجوهات بالنيجاتيف سبيس. عندنا هنا كمان مجموعة من الأشكال استخدموا كمان الفراغ. عند كلمة فيش رسم بالفراغ شكل الفيش السمكة مع كتابتها، وهنا نفس الشكل كمان استخدم الفراغ واداني شكل السمكة، وهنا استخدم الفراغ واداني شكل البيت. كمان نستخدمه هنا في بعض اللوجوهات في التصميم الأزياء أو الموضة أو البيوتي سنتر، رسم بي الفراغ شكل البنت داخل كتلة. وهنا الإيت رسم كمان بي الفراغ شكل الغيوم، والمعلقة موجودة هنا، وكتب الكلمة. استخدم كمان الفراغ هنا في عشان يعمل لي شكل الحيوانات اللي قدامي دي. وبالتالي هم علاقتهم مع بعض مهمة مهمة مهمة، ولازم نهتم قوي بالعلاقة ما بين الكتلة والفراغ. ولازم في أي تصميم ما نحاولش إن إحنا نحط كمية كبيرة من الكتل، ولازم لو حطناها نوزعها بشكل سليم. عندي هنا كمان الشكل، استخدم الفراغ عشان يرسم لي شكل البنت، وعمل نصوص بشكل متوازن وجميل وألوان، وفي يعني تباين حلو قوي ما بين اللون الأخضر والأزرق، وفي نفس الوقت مش مزعجة للعين. هنا كمان التي رسم عند حرف الاي شكل الإبريق، ونزل منه الشاي في الكوب، واداني شكل ممتاز ورائع. استخدم عندي هنا نظرية تباين ما بين الأسود وما بين الأبيض عشان يبين التصميم معايا. كمان هنا وزع، لاحظ ان الناحية اليمين وفي كتلة في اليمين وفي كتلة في الشمال، وفي توازن ما بين الكتل. عمل التوازن عن طريق ايه؟ عن طريق الفراغ. هنا النص عمل فراغ، والفراغ اللي هنا فوق متساوي مع الفراغ اللي تحت، متساوي مع الفراغ اللي في الناحية المقابلة، وعمل توازن رهيب 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 ما بين الكتل وما بين الفراغ. وبكده كان في راحة للعين. العين أول ما هتركز هتركز على المنطقة اللي في النص اللي فيها الكتل، والفراغ اللي حواليها هيديني راحة وأنا بشوف التصميم معايا. هنا نفس الشكل، استخدم كتب حرف الآر، وجا في الناحية التانية استخدم النصوص، كتبها بطريقة جميلة، عمل ما بينها فراغات مريحة للعين، عمل فراغ كبير ما بين الحرف واداني شكل مريح وهادي ورايق معايا في التصميم. عند التصميم ده عبقري، استخدم شكل المسدس ورسم بيه شكل عن طريق الفراغ، رسم شكل إنسان بالمسدس بس، يعني عبقرية فعلا في التصميم، انه
من دون ما يعمل أي لاين أو خطوط أو شكل أو يرسم، اداني شكلين في نفس الوقت، مسدس مع شكل إنسان مع الدخان اللي استخدم فيه هنا الوايت سبيس اللون الأبيض عشان يديني شكل دخان، وزع النصوص بطريقة ممتازة متناسقة، التصميم كله في النص والباقي كله عبارة عن فراغ. هنا كمان استخدم الوايت سبيس ورسمني شكل الدخان والإنسان وشكل اللي هي الشكل اللي قدامنا ده، وبدأ يعمل التكست والنصوص اللي هو يعتبر منطقة الارتكاز للتصميم كله اللي بيرتكز عليه التصميم كله، ووزع الكتل بطريقة متناسقة. يبقى أنا دلوقتي مهم عندي أوي أعرف إزاي أوزع الكتل داخل التصميم، بمعنى إن أنا ما ينفعش إن أنا أشتت النظر في أكتر من مكان بكتلة. يعني أنا لما أشتغل ببدأ التصميم أكون عارفة أنا الكتلة بتاعتي هحطها فين، هكون الكتلة في النص ولا في الجنب ولا فوق ولا تحت عشان العين تركز. هستخدم دايما المسافات علشان أريح العين، أخلي اللي بيشوف التصميم يحسش إن التصميم زحمة قوي ومتعب قوي للعين ومش عارف يركز فين بالظبط، يعني فين العنصر اللي أنا عايزاه يركز عليه. فلازم أستخدم كتلة، أحط عنصر وأستخدم فراغ حواليها علشان أبين إن هو ده العنصر أو الكتلة اللي أنا عايزة اللي بيشوف التصميم يركز عليها. يعني هي دي الرسالة اللي أنا عايزة أوصلها. وأنا حاولت في الدرس ده أجيب لكم كمية كبيرة من الأشكال، من الصور كنوع من التغذية البصرية ليكم، ولازم تشوفوا كتير، تشوفوا تصميمات كتيرة وتشوفوا ازاي بيوزعوا الكتل. يعني الدرس ده لوحده مش كفاية ان احنا نتعلم، مش كفاية ان احنا نعرف ازاي نوزع الكتلة وازاي نوزع الفراغ، لكن ممكن نعتبره مدخل ليكو ان انتوا تعرفوا ايه يعني كتلة وايه يعني فراغ وامتى نستخدم ده وامتى نستخدم ده. اتمنى ان الدرس يكون نفعكم واستفدتوا منه، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.